وبالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، فالنهاردة هيتم عقد الجلسة الأولى لمجلس أمناء الحوار الوطني، وأيضا وزارة التعليم هتفتح باب التظلم لنتيجة الدبلومات الفنية 2022، وده هيكون لمدة 15 يوم. كمان النهاردة في ماتش مهم جدا في الدوري ما بين الأهلي وما بين الجونة. خلينا نشوف التقرير ونرجع نكمل الكلام مع حضراتكم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هتنطلق أعمال وفعاليات الحوار الوطني بعقد الجلسة الأولى لمجلس الأمناء اللي بيعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار. الجلسة هتكون الساعة 1 الظهر بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. النهاردة مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة هينظم فعالية حلف اليمين القانونية للمعينين بوظيفة مندوب مساعد من دفعة 2018، وده هيكون بقصر الأميرة فوقية. وكان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 265 لعام 2022 بتعيين 28 مندوب مساعد بمجلس الدولة من خريجي دفعات 2018 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة. النهاردة هتفتتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التظلم على نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2022 للطلاب الراغبين في التقدم بتظلمات، وهيستمر باب التظلمات متاح لمدة 15 يوم ما عدا أيام الأجازات الرسمية، والطالب هيسدد رسوم تظلم 100 جنيه عن كل مادة. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهارده مع مباراة قوية في إطار الجولة التاسعة المؤجلة من عمر المسابقة، واللي بتجمع ما بين الأهلي والجونة الساعة 9 بالليل.